طلوا حبابنا طلوا، لقت الاو تي في ممثله برئيس مجلس ادارتها رويل هاشم ابناء وبلديه مزياره بساحه بلدتهم تلبيه لدعوه تكريميه لفريق عمل برنامج لقونا على الساحه، تخللها رفع الستاره عن تمثال صخري ضخم على مدخل البلده بيجسد الرجل اللبناني التقليد الخاص بالبرنامج. هالتمثال رفع عند مدخل البلدة وبلغ ارتفاعه 5 أمتار ووزنه 3 طن تقريبا، وهدفه تخليد فوز مزيارة ببطولة الموسم الثالث من البرنامج التراثي الشهير يلي تميزت فيه الاو تي في. الاحتفال يلي تخللوا الاعلان عن اغنية خاصة بابطال البلدة شارك فيه اهالي وفعاليات مزيارة والجوار، وتقدمن رئيس البلدية مارون دينا يلي سلم رئيس مجلس ادارة الاو تي في درع تكريمي وشكر الاو تي في على اهتمامها المستمر بالتراث اللبناني. اما رئيس مجلس ادارة الاو تي في فشكر بدوره مزيارة وشدد على التزام الاو تي في بتشجيع ثقافة المحبة والحوار واللقاء بين مختلف البلدات وقرى لبنان. ومن بعد إزاحة الستار وتسليم الدروع أقيم عشاء واحتفال تراثي وفني بساحة الكنيسة، وتم عرض فيديو خاص بذكر بأهم حلقات لقونا على الساحة تكريماً للأبطال الفائزين.